يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. رجعت لكم بسلسلة اشياء كثيرة، السلسلة اللي نتكلم فيها عن اشياء كثيرة لمخرج او لكاتب او لممثل او لفيلم او حتى لقضية معينة او قصة او حدث ما. وفي فيديو اليوم راح نتكلم عن اشياء كثيرة لواحد من اعظم الافلام اللي نزلت في تاريخ السينما، Godfather او العراب. فعلى السريع عزيزي الوجيه، اشترك في القناة لو ما كنت مشترك او كانت هذه زيارتك الاولى، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول. والاهم من هذا كله، اذا اعجبك الفيديو وحاب تدعم القناه اضغط على زر اللايك لانه مره مهم وبيساعدني كثير في انتشار القناه. وبرضه لا تنسوا تشيكوا على قناتي الثانيه الخاصه بالالعاب، راح تلاقوها موجوده في صندوق الوصف. وكمان تعالوا على سيرفر الديسكورد، راح تلاقوه موجود برضه في صندوق الوصف. عندنا كذا فعاليات كل يوم احد نسولف ونطقطق مع بعض، وبرضه في فعاليات عامه تلاقوها في السيرفر. غير كذا اربط لي حزامك عزيزي الوجيه ويلا بينا. Senator Corleone, Governor Corleone, something. Another person of Anta. العراب او Godfather قبل ما يكون فيلم يا جماعة هو رواية للكاتب الراحل ماريو بوزو، وشارك هذا الكاتب شخصيا في كتابة سيناريو الفيلم الاول والفيلم الثاني، وكان ناوي يكتب كمان كتاب اضافي لمجموعة كتب العراب اللي صدرت، ولكن للأسف مات قبل ما يحقق هذا الهدف. كورليون يا جماعة هي كلمة ايطالية معناها قلب الاسد، ولا سمح الله ونسيت كده بطريقة ما ايش هو كورليون هذا يا وجيه. كورليون هذا لقب عائلة دون فيت، والله يرضى عليك، انت ناسي ولا كيف؟ فيب كورليون معناها قلب الاسد. اما بالنسبه لكلمه دون فهي كلمه ايطاليه بمعنى السيد او العم، وتشير الى الشخص صاحب النفوذ وصاحب المكانه، وكانت زمان تستخدم في صقليه لنداء القضاه والمعلمين والاساتذه والكهنه وكبار الناس اللي في البلد. ومع مرور الزمن كلمه دون هذه بدات تصير او تميل اكثر الى قاده وكبار عائلات المافيا والعصابات. والدون في عالم المافيا او لقب الدون يعطى للشخص اللي عنده سيطرة على أموال العائلة وعنده سيطرة على كل العائلة، وهو اللي يتخذ قراراتها وهو اللي مسؤول عنها. وأما كيف تصير دون، إما أنه يتم انتخابك بواسطة أفراد العائلة أو أنه يتم تعيينك بواسطة الدون اللي قبل. مستحيل تجي تقول أنا دون، لا، إما أنك تأسس عائلة من نفسك خلاص تأسسها من الصفر وتكون أنت الدون أوكي، أو أنك تكون في عائلة أوريدي كان فيها دون وتوفى ويصوتوا لك، أو أنه هو نفسه الدون قبل ما يفقع قبل ما يموت قبل ما يصير له اي نيله منيله يقوم يعينك ويقول هذا فلان هو الوريث الشرعي او هو الدون القادم لكم. حلو. مارلون براندو يا جماعه رفض انه يستلم جائزه الاوسكار عن دوره في فيلم العراب او Godfather الاول كافضل ممثل رئيسي، ما حضر للحفل وترك سيده من سيدات قبائل الهنود او السكان الاصليين لامريكا وخلاها هي اللي تستلم الجائزه بالنيابه عنه، من باب انه يدعم حقوق هذول الناس او السكان الاصليين لامريكا. وكانت لفته جدا ملهمه وتركت بصمه ما زال اثرها الى يومنا هذا موجود. ومش بس مارلون براندو اللي اعترض او كان عنده اعتراضات ومشاكل هذيك السنه على الاكاديميه، بعدهم طلع الباتشينو واعترض، بس ما اعترض علشان السكان الاصليين ولا علشان الظلم ولا علشان الفساد ولا علشان العنصريه، لا، الباتشينو طلع يعترض يقول يا ابويا ليش ما ترشحوني لجائزه افضل ممثل رئيسي؟ ليش ترشحوني لجائزه افضل ممثل مساعد؟ انا مفروض اكون مترشح بجوار مارلون براندو، ماني قاعد اناحلك يا عمو براندو، لا، بس انا استحق، انا قدمت دور مهم وبمده مقاربه جدا لمده ظهورك في الفيلم، ليش يرشحوني لافضل ممثل مساعد؟ ولخص كلامه وقال يا جماعه انكم ترشحوني لجائزه افضل ممثل مساعد هذه اهانه وحاجه غير منصفه وانا مره زعلان، وراح زعلان ايش بيصير. بس الفكره انه يبغى يعبر عن استيائه. انت ايش رايك، معاه حق ولا ما معاه حق؟ مارلون براندو يا جماعه وروبرت دينيرو اول ممثلين والوحيدين اللي اخذوا الاوسكار عن تقديمهم اداء لنفس الشخصيه، فهم؟ اكيد انك فاهم ما دام انت متابع Godfather. مارلون براندو اخذها عن دور دون فيتو النسخه الكبيره، ودينيرو اخذها برضو عن دور دون فيتو ولكن النسخه الشابه. يقلع ام القوه، اسماء ثقيله، اسماء كذا تحس كذا في شيء ثقيل طاح عليه. في فيلم ذا Godfather اذا ظهرت فاكهه البرتقال في مشهد ما فاعرف انه في مصيبه راح تصير، اذا ظهرت في يد شخص ماسكها او اذا ظهرت على طاوله او اذا ظهرت في شجره ايا كان، اما في شخص بيموت او انه شخص بيصاب اصابه بليغه او بتصير كارثه. فتم استخدام البرتقال في Godfather للاشاره الى الموت او الخطر القادم، وتكررت هذه الحركه في اكثر من مشهد، وارجع وشوف بنفسك كان فيه اكثر من اسم مرشحين لدور العراب او دون فيتو،
ولعل أشهرهم هو المغني والممثل فرانك سيناترا. على كل حال، ولما تم استدعاء مارلون براندو لتجارب الأداء، أعطوه يعني إيش فكرة عن الشخصية اللي راح يقدمها وإيش متوقعين يشوفون منه في تجارب الأداء. فراح الأخ وجاب قطن، تعرفون القطن حق الأسنان أو أيًا كان القطن، راح وحشاه في فمه إلين فمه صار كذا بالمنظر ذاك المنفوخ. يقول مارلون براندو كان عندي تصور كذا معين لشكل دون فيتو، أبغى أقدمه كذا بهذا الشكل. وراح بالفعل هو حاشي فمه قطن وقدم تجربة الأداء وكله 10 على 10. وأثناء تصوير الفيلم راحوا فصلوا له قطعة طبية معينة كذا تركب في الفم علشان تعطي نفس المظهر اللي كان في راس مارلون براندو عن الشخصية. وحاليا القطعة هذيك اللي تم استخدامها أو كانت داخل فم مارلون براندو موجودة في أحد المتاحف في أمريكا. مشهد رأس الحصان المقطوع اللي كان على السرير مشهد أشهر من نار على علم، ويمكن أكثر شيء يفتكره متابع فيلم Godfather رأس الحصان المقطوع. المشهد هذا قبل ما يتم اعتماده يعني كانوا يسووا له بروفات، كان المخرج كابولا يجيب رأس حصان مقطوع، مش رأس حقيقي، رأس وهمي كذا مزيف وشوية موية كذا ولا شوية دم، يسووا البروفات عليه، البروفة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، كل الأمور ماشية على إنه إيش رأس الحصان هذا بيكون مزيف والدماء بتكون مزيفة. ولكن لما جاء وقت التصوير الحقيقي المخرج مسكت معاه، لا جيبوا لي رأس حصان حقيقي. يا ولد تخرج الآدمي، الآدمي مو داري يحس بأنه رأس مزيف، جيبوا لي رأس حصان حقيقي، مالي شغل أبغى رأس حصان حقيقي. والله ما نعرف كيف جابوا له رأس الحصان الحقيقي، هل جابوا له رأس حصان كان يحتضر ولا جابوا له حصان مريض، الله أعلم. ولكن راحوا جابوا رأس حصان حقيقي بدمائه بكل شيء وحطوه في المشهد. المصيبة مش هنا، المصيبة أن الممثل ما كان عارف، كان متوقع أنه يشوف رأس مزيف ويسوي المشهد اللي عليه وخلاص. بس لما صحي من النوم وشاف رأس حصان حقيقي ودم حقيقي، ينهار أسود، خرشته صارت خرشتين، وردة فعله اللي في الفيلم كانت حقيقية أكثر من إنها مجرد تمثيل. الباتشينو يا جماعة ما كان يبغى يقدم دور مايكل على الإطلاق. أوكي هو في مرحلة ما كان مبسوط، كان فخور جدا إنه بيشتغل مع هذه الأسماء الكبيرة، إلا إنه معظم طاقم العمل من ممثلين ومنتجين ومن غيرهم كانوا رافضينه. يا أبويا مين الباتشينو هذا؟ واحد توه ما عنده إلا 3 أفلام جاي ياخذ دور مهم زي كذا؟ لا جيبوا لي غيره، في روبرت دينيرو، فيه جاك نيكلسون، في أسماء كثيرة تقدر تقدم دور مايكل، ليش تجيبوا لنا الولد ذا اللي اسمه الباتشينو؟ بل إنه الباتشينو من كثر الكلام هذا اللي سمعوا يعني يقول كنت على وشك اني انسحب من الدور، يقول حرفيا ما حد يبغاني الا المخرج، الوحيد في المكان هذاك اللي كان يبغاني اقدم دور مايكل هو المخرج كوبولا، غير كذا ما حد يبغاني. والمخرج اصلا ما اختار الباتشينو كذا من كيسي والله عاجبني الولد، لا المخرج شاف انه الولد هذا عنده خلفيه ثقافيه جدا مناسبه للدور، وكمان اصوله وجدوده كلهم من صقليه، يعني حرفيا دور مايكل مصمم بالمليمتر لالباتشينو. والمخرج اصر وقاتل علشان الباتشينو هو اللي يقدم الدور ولا اي احد ثاني. وشفنا كيف ما شاء الله الباتشينو قدم لنا حاجه ام معي من اروع ما يكون. المخرج كابولا يا جماعه كان عنده مشاكل وخلافات مع شركه الانتاج، بالاضافه الى التزامات ماديه توصل الى حوالي 400,000 دولار. ولما جاء يخرج فيلم Godfather الاول، حاول مجموعه كثير من الاشخاص اللي في شركه الانتاج او من الاسماء البارزه في شركه الانتاج انهم يطلعوه من اخراج هذا الفيلم. هذا الادمي ما يخرج الفيلم ابدا، هذا الادمي ما هو مزبوط. راح كابولا عندهم وسالهم ايش مشكلتكم يا ابو، ايش عندكم مشكلة، ايش في؟ قالوا له يا ابوي اول شيء انت تتاخر، دائما تتاخر، الفيلم نطلبه منك في 3 شهور تخلصه في 4 شهور، الميزانيه نحط لك 10 مليون تطلب 14 مليون، دائما مشاكلك كثيره. قال لهم هذه مشكلتكم؟ بسيطه، كم ميزانيتكم؟ 8 مليون، انا اخرجه ب 6 مليون. متى تبغوه؟ خلال 3 شهور؟ بسيطه، انا اخرجه لكم في شهرين وبالتحديد في 62 يوم. اوكي يلا تهبها بنتو يا. وبالفعل اخرج لهم الفيلم في خلال 62 يوم وفي ميزانيه اقل من اللي طلبوها منه. مخرج مخرج مخرج، لا قالوا لك مخرج. Came to me for counsel for help. I can't remember the last time that invited me to your house for a cup of coffee. البسة أو القطة اللي كانت موجودة في حضن دون فيتو في بداية الفيلم لما كان يمسح عليها، البسة هذه لا كانت مكتوبة في النص ولا كان مفروض تكون موجودة، مجرد كذا حاجة ظهرت فجأة وإيش وقالوا خلونا نوظفها. المخرج لما كان قاعد يجهز مواقع التصوير وزي كذا، شاف البسة دي، شاف بسة ضايعة ومسكينة طيبة لا تهرب ولا شيء، فقام أخذها. ولما جاء وقت تصوير المشهد هذاك اللي ظهرت فيه القطة، راح المخرج وأعطى القطة لمارلون براندو وقال له اسمع المشهد ده أبغاك تصوره مع البسة، خلي البسة دي في حضنك، ارتجل انت وياها وعيش حياتك، ما عليه اي شيء منك مقبول. وبالفعل مارلون براندو اخذ البسة وفل امها معاها وطلعوا بمشهد مرة لطيف ظريف، حتى ما تشك 1% انه هذا المشهد ما كان مخطط له ابدا، بل انه مارلون براندو فلها زيادة مع البسة وارتجل معاها اكثر من اللازم وخلاها معاه فترة اطول من اللي كانت مقترحة.
مشهد مرة مشهور لدون فيتو لما جاء عنده المغني جوني فونتين، جاء عنده يشتكي له انه انا صوتي والله بدأ يخرب وما عاد صرت اقدر اغني كثير ومسيرة المهنية بدأت ايش تنهار، ابغى اصير ممثل ابغى تساعدني اني ادخل هوليوود في فيلم معين ابغى احصل على دور فيه. خلاصة الكلام انه فكرة المشهد هذاك ايش المفروض يصير؟ يتحلطم شوية ويقعد يبكي قدام دون فيتو، ودون فيتو يطبطب على راسه شوية ويقول له ما عليك ابشر انا حظبطك يلا مع السلامة. ولما بدأ تصوير المشهد مارلون براندو قال لا ايش اللي يطبطب عليه ومدري ايش ويروح مع السلامة، لا قام وقال لا لا خليني اضيف لمساتي الخاصه لهذا المشهد. فجاه يا حبيبي اللي مارلون براند يقوم من على الكرسي وطح يصقع لك الولد كف. هذاك من قوه الخرشه ما عاد يدري يضحك ولا يكمل بكاء، هو كان يبكي في المشهد اضحك ولا كمل بكاء، صارت فوضى كذا في ملامح وجهه ما عاد داري ايش يسوي. حتى مؤدي شخصيه توم هيجن او المحامي تبع دون فيتو جلس يضحك وضحكته كانت حقيقيه، مو قاعد يضحك لانه هذا جزء من النص، لا قاعد يضحك من الكف، قاعد يضحك من الارتجال من الفله اللي صارت. طبيعه الحال المخرج شاف انه الارتجال هذاك كان من اروع ما يكون وقال بس اعتمد هذا المشهد اللي راح ينزل في الفيلم. مارلون براندو يا جماعة ما كان يحب يقرأ النصوص مثل ما هي أبدا، آدمي كذا عنده كذا قناعة في رأسه إنه أنا لازم أحط لمستي الخاصة في كل نص أقرأ، ما أبغى أكون مجرد رجل آلي أقرأ النص زي ما هو وخلاص. بمعنى لو في نص مثلا يقول لك هلا والله معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله طيبين وأعطيته لمارلون براندو مستحيل يقرأ زي كذا، يفهم إيش تبغاني أرحب وأقول كيف الحال أوكي عندي بطريقتي بقولها ويروح يرتجل ويقولها بطريقته وتطلع دائما حاجة مرة ممتازة. وما كان يحب يشيل الأوراق حق النصوص دي السكريبتات ما يشيلها معاه، لا بطايق صغار تذكروا بايش الهرجة اللي يقولها وخلاص. ومع الوقت صار يعلق البطايق هذه على صدور الممثلين اللي قدامه او يعلقها على الاشجار اللي حوالينه او يحطها على الطاولة بحيث بس يفتكر ايش المفروض يقول والباقي يرتجل من عنده. حتى انه في واحد من الافلام الوثائقية اسمها Listen to Me Marlon تكلم عن السيرة الذاتية لمارلون براندو، يقول انا ما احب اخلي الناس تتوقع ايش ممكن راح اقول في النص او في المشهد الجاي، يقول احب كذا اصدمهم، احب اخليهم يتوقعوا حاجة وتطلع مني حاجة ثانية تماما، او اذا ما طلعت تطلع بطريقة مختلفة غير اللي كانوا متوقعين. فيب كان مرة مارلون براندو يحب الارتجال وعنده طريقة معينة في قراءة النصوص تميز فيها عن غيره من الممثلين. المشهد اللي سوني كان يضرب فيه زوج أخته لأنه ضربها لما راح شاف أخته مضروبة وقال لها مين ضربك، قالت له هو، بس لا تكفى لا تروح من عارف إيش، وخرج وراح لطشه. المشهد ذاك مشهد المضاربة ذاك كله عبارة عن ارتجال في ارتجال، حتى إنه الزبالة وضربة الزبالة وضربة غطى الزبالة ما كانت مكتوبة في النص، فكان مشهد المضاربة ذاك عبارة عن هبد في هبد، والمخرج كالعادة أعجب ارتجال الجماعة وقال لهم بس اعتمد. مية مية عجبتني حركة الزبالة بالمناسبة. Don Corleone, I am honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding. مؤدي دور شخصية لوكا برازي، الآدمي نفسه الممثل، ركزوا ها ركزوا عشان تفهموا النقطة دي، الممثل نفسه كان مرة مرة متوتر انه راح يقدم مشهد مع مارلون براندو، مش العراب مش دون فيتو، لا هو كان متوتر من قضية انه راح يسوي مشهد مع مارلون براندو، وكل ما اعطوه النص يروح يقراه يجيب العيد. اخر شيء المخرج قال له اسم خش قدم الدور واقرأه زي ما تقرأه وزي ما تيجي تيجي. I'm gonna leave you now because I know you are busy. شايفين كمية التوتر؟ انتو يمكن متوقعين حاليا انه لوكا برازي شخصية لوكا برازي متوترة جدا لانها في حضرة دون فيتو، صح؟ لا، التوتر هذا من الممثل نفسه متوتر بسبب انه قاعد يمثل قدام مارلون براندو، والمخرج كالعادة شاف انها مرة مناسبة وتعكس هيبة العراب دون فيتو وقال يا عمي اعتمدها زي ما هي. شوفوا المشهد والله كمية ربكة حقيقية ما في شيء مزيف. فيلم ذا جاد فادر الاول يا جماعة من كثر ما كان واضح عليه علامات النجاح فعلى طول قالوا لك لحظة يا حبيبي قبل ما نخلص الفيلم هذا، شوفوا يا جماعة ترى الفيلم ذا بيكون له فيلم ثاني، في جزء ثاني نازل من ذا الفيلم ما فيها كلام. شافوا النجاح من قبل ما يعرض الفيلم، ما انتظروا شباك تذاكر ولا انتظروا تقييمات ولا انتظروا اراء نقاد، قال لك يا ابوي الفيلم هذا واضحة عليه علامات النجاح اصلا. يا عمي ستانلي كيوبرك اللي ما شاء الله افلامه اشهر من نار على علم واعماله مخلدة في تاريخ هوليوود، يقول انه فيلم جاد فادر الاول قد يكون افضل فيلم على مر التاريخ بافضل طاقم عمل على مر التاريخ. وبالفعل اول جزئين من سلسلة جاد فادر كانت وما زالت من أروع وأفضل ما قدمته السينما، والتقييمات والمراجعات تشهد لهم مش كلامي أنا. وأخيرا في عام 1974 قررت قناة NBC قالت يا جماعة نزلت إعلان بكرة الساعة 9 في الليل راح يعرض فيلم جاد فادر دعسة واحدة من دون فواصل إعلانية، راح تشوفون الفيلم على شاشة التلفزيون كامل من أوله إلى آخره، هيا ظبط أموركم وتابعوا الفيلم ترى ما في فواصل إعلانية ما في أي شيء، ثلاث ساعات بتشوفوها دعسة واحدة. وبالفعل يا حبيبي الناس تحمست وحضر
حضرة الفيلم على شاشة التلفزيون. ولكن المصيبة مش هنا، المصيبة والنكتة مش هنا، المشكلة يا عزيزي الوجيه انه الصرف الصحي واجه مشكلة تقريبا من بعد الساعة 11 في الليل. بعد ما انتهى الفيلم مباشرة صارت مشكلة في الصرف الصحي. قالوا لك مصلحة المياه يا حبيبي انه بعد الساعة 11 كمية السيفونات اللي اتسحبت في الحمامات ما هي طبيعية لدرجة بغت تصير مشاكل في الصرف الصحي. يعني تخيل الفيلم بدأ وانتهى والناس ما هم قادرين، ما في فواصل إعلانية، ما في أي شيء، لازم تتابع الفيلم من أول إلى آخر، ولا بكيفك تبي تروح الحمام روح الله يستر عليك. مو معناته إنه كل الناس ما راحت الحمام، بس كمية كبيرة من الناس ما راحت الحمام وقتها. لما خلص الفيلم انطلقوا جميعا إلى الحمامات، فجروا أم لايكات وسحبوا السيفون وبغت تصير مشاكل في الصرف الصحي في المنطقة، ولكن قدروا إنهم يتداركوا المشكلة يعني إيش وعادي أوكي. بس لاحظوا إنه في موية كثيرة نزلت فجأة يعني. طيب إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو، يعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة، كان معاكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.